احتفل الكركوكيون بعيد نوروز في متنزه بابا غورغور بحضور نائب رئيس برلمان العراق دكتور شخوان عبد الله وعضو البرلمان نجوى حميد وعدد من كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني ومؤيديه وسط اجواء من الفرحه ورفرفه العلم الكردستاني. تم ايقاد شعله نوروز ومن ثم القيت كلمات بهذه المناسبه واختتم الحفل بالاغاني والدبكات الكرديه. بارك لإخواننا في كردستان أعياد نوروز. طبعا هذا العيد النوروزي العراقي لجميع أطياف الشعب العراقي. نحن هنا من مدينة كربلاء نزف لكم التهنئة ونقول لكم كل عام وأنتم نوروزيون إن شاء الله. شكرا لنقل هذا الحدث المهم من مدينة كربلاء. إن شاء الله كل التوفيق والسعادة إلى الشعب الكردستاني والعراق خاصة. تحية حب وتهنئة قلبية للشعب الكردي الشقيق وأيضا لجميع المحتفلين بعيد نوروز، وإن شاء الله كل عام وكل سنة والشعب العراقي بصورة عامة وكل البشرية بخير وسلامة وإن شاء الله أمن وأمان على كل العالم. باسم جنوب العراق، باسم جنوب القلب، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لشمال العراق، لشمال القلب، للشعب الكردستاني بمناسبة أعياد نوروز. كل الحب لجميع الفئات العراقية، نتمنى السلام والأمان.